ملفات بوليسية. القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. صباح الأحد 13 من يناير من العام 2000، أراد حارس ثانوية الشهيد محمد سميحة بسلا أن يكسب بعض الوقت، فشرع باكرا في تنظيف حجرات الدرس. بدأ بالمختبرات، ولكن صدمته كانت قوية حين فتح حمام مستودع الملابس والمعدات الرياضية. كانت هناك فتاة معلقة إلى الرشاشة، اقترب منها فأيقن أنها ميتة. كانت الساعة تشير إلى 7 صباحا. أسرع إلى مسكن المدير وطرق الباب بقوة. خرج المدير مفزوعا، كان في ملابس نومه. كان الحارس يغالب أنفاسه، لم ينتظر أن يسأله المدير فقال له: هناك جثة معلقة في حمام مستودع الملابس. لم يستوعب المدير هول ما قاله الحارس، تبعه، اكتفى بمعاينة الجثة من الباب. كان وجهها إلى الجدار. أقفل الباب والتحق بمكتبه، اتصل بالشرطة. بعد أقل من ساعة حضر إلى الثانوية الوكيل العام للملك ورجال السلطة ورئيس ولاية الأمن. أوكل إلى العميد الممتاز محمد الراوي القيام بالبحث. كان الطبيب رئيس المكتب البلدي للصحة قد رجح أن تكون الفتاة ماتت قبل عدة ساعات. تقرر نقل الجثة إلى المستودع البلدي للأموات بعد أن ينهي العميد معايناته. أسند إلى أحد المتخصصين في مسرح الجريمة رصد ورفع كل أثر وتصوير الجثة من زوايا مختلفة. كانت التعليمات تشدد على ضرورة فك الحبل الذي يلف رقبة الفتاة بعناية حتى يتسنى فحصه في المختبر، فربما علقت به آثار قد تفيد التحريات. لم تمكن المعاينة الأولية من تحديد هوية الفتاة، لم تكن تحمل عليها بطاقة هوية، في حين اكتشف العميد داخل صدريتها ورقة طويت بعناية. أخرج الورقة، بخط اليد كتب عليها: والدتي العزيزة، لقد ارتكبت في حقك خطيئة لا يمكنني أن أواجهك بها، فقررت أن أجعل حدا لهذه المهزلة بالانتحار. كان واضحا بالنسبة لمن حضروا المعاينة أن الأمر يتعلق بفتاة وضعت حدا لحياتها ربما بعد أن أصابتها خيبة أمل. كذلك بدا لأغلب من حضر المعاينة. الآن على العميد الممتاز محمد الراوي وأفراد فريقه أن يكتشفوا سبب انتحار الفتاة إن كان الأمر يتعلق حقا بحالة انتحار. التجارب علمت العميد ألا يصدر الأحكام دون التوفر على الأدلة والحجج. احتفظ بالورقة التي اكتشفت في صدرية الفتاة وسعى إلى تحديد هويتها واستجواب محيطها. أمر أحد أعوانه برفع بصماتها. كانت تبدو فتاة في ربيعها 18. خمن العميد أنها ستكون حاصلة على بطاقة التعريف الوطنية إن هي كانت من تلاميذ الثانوية. نقلت الجثة إلى المشرحة، وفي مفوضية الشرطة نطقت البصمات بهوية الفتاة. اسمها عتيقة بنت إبراهيم السلوي، من مواليد العام 83، في 10 مارس. عنوانها حي المعمورة شارع علال الفاسي. تم الانتقال إلى هذا العنوان. قابل الباحثون والدة الهالكة السيدة رحمة الوطواطي وطلبوا منها مرافقتهم إلى المشرحة. هناك أغمي عليها بعد أن تعرفت على جثة ابنتها عتيقة. دخلت في غيبوبة فنقلت إلى المستشفى. بعد أن أفاقت بعد يومين تسنى للمحققين أن يستجوبوها. قالت إنها منذ طلاقها من والد عتيقة وجدت نفسها في مواجهة التصرفات الطائشة لابنتها. قالت إن غياب الأب أتاح للبنت فرص التصرف على هواها.
سألها المحققون عن علاقات عتيقة، ردت الأم المكلومة بأنها لا تعرف عنها شيئا. أضافت أن عتيقة كانت تغيب عن البيت من حين لآخر متذرعة بحضور دروس الدعم والتقوية. قالت أم عتيقة أيضا إن ابنتها لم تكن من طينة الفتيات المنغلقات على أنفسهن، كما أنها لم تكن تعاني من مرض عقلي، وإلى كل ذلك فإنها ليست بالشجاعة التي تقودها إلى الانتحار. قالت إنها تشك في انتحار عتيقة. كان في كلام والدة عتيقة ما يشجع الباحثين على تعميق تحرياتهم في محيطها المدرسي، وقد تم الاستماع إلى زملائها وزميلاتها في القسم، وتم التركيز على مجموعة منهم كانوا مثلها يتابعون دروسا للتقوية والدعم في الفلسفة مدفوعة الأجر كان يقدمها أستاذ المادة. لم يستنتج الباحثون الكثير إلا أنهم توقفوا عند نقطة أجمع عليها التلاميذ، وهي أن عتيقة في الأسابيع الأخيرة كانت كثيرة الغياب عن المدرسة. في الثانوية بجوار المشرد لاحظ الباحثون آثارا حديثة لعجلات سيارة استوقفت هناك. كانت آثارا واضحة، وضعوا قوالب لها واستنسخوها علها تنطق بشيء ما. وفي المفوضية قام رئيس مصلحة مسرح الجريمة بفحص تلك الورقة التي اكتشفت في صدرية عتيقة. استرعى انتباهه وجود نقطة يفترض أن تكون نقطة نهاية كلام بعد عبارة هذه المهزلة. بعد النقطة جاءت عبارة بالانتحار، وقد لاحظ أن الكيفية التي أضيفت بها تثير الشك. تمت الاستعانة بخبير في الخطوط خلص تأسيسا على ما توفر لديه من مواد ومنها نماذج من خط الهالكة، إلى أن الرسالة التي عثر عليها كتبت بخط عتيقة، ولكنه أثار الانتباه إلى أن عبارة بالانتحار قد تكون كتبت بيد كاتب ما سبقها، ولكن الواضح أنها أضيفت لاحقا لم تكتب في الوقت نفسه. والدتي العزيزة، لقد ارتكبت في حقك خطيئة لا يمكنني أن أواجهك بها، فقررت أن أجعل حدا لهذه المهزلة بالانتحار. تلك هي الرسالة. تم إخضاع الحبل الذي علقت به عتيقة لفحص دقيق، وتبين أن جزءه الأسفل تعرض لضغط، بما يفيد بأن الفتاة ربطت بالحبل من رقبتها ثم رفعت لتعلق عند الرشاشة. في الاستنتاج الأولي خلص خبراء مسرح الجريمة إلى أن الراجح أن تكون الفتاة قتلت ثم علقت، وأن فرضية الانتحار قد تكون مستبعدة. عصر الاثنين باشر الطبيب الشرعي عملية التشريح. اكتشف أن الفتاة حامل في شهر الثالث وأنها لم تكن بكرا، ورجح أنها ربما ماتت قبل أن تعلق بواسطة الحبل إلى رشاشة حمام مستودع الملابس. في جملة التلاميذ الذين استمع إليهم الباحثون كانت عائشة المؤدبة الصديقة الوحيدة لعتيقة. قالت إنها أمنتها على سر قبل أيام، قالت لها إنها تواجه مشكلة معقدة قد تؤثر على مسارها الدراسي. كانت عتيقة وزملاؤها مقبلين على اجتياز امتحان البكالوريا. قالت إنها أفضت إليها بذلك قبل أيام عندما حضرت معا درسا للدعم في الفلسفة من جملة الدروس التي كان يقدمها لهم بمقابل مالي الأستاذ فاروق المعتوق. لما ألح المحققون على عائشة قالت لهم إن عتيقة أبلغتها بأنها مغرمة بالأستاذ فاروق، الذي بالمناسبة كان يحظى بإعجاب الجميع في الثانوية. أضافت أنها شكت مرة في أن عتيقة تتصل بالأستاذ المعتوق خارج أوقات الدراسة والدروس الإضافية. التحريات التي تم إجراؤها واستجواب الأساتذة لم يمكن المحققين من تسجيل ما قد يسلط الضوء على الأستاذ المعتوق، فقد كان أستاذا مقتدرا يحظى باحترام جميع زملائه. ومع ذلك فإن الباحثين فضلوا أن يدققوا النظر إلى حياة الأستاذ. كان متزوجا
زوجته متحجبة وربة بيت وله منها عدة أبناء وبنات. المراقبة التي أقيمت حول الثانوية مكنت من رصد سيارتين لهما عجلات تتطابق رسومها مع تلك التي استنسخها خبراء مسرح الجريمة. إحداهما سيارة مدير الثانوية، والثانية سيارة أستاذ الفلسفة فاروق المعتوق. لما سئل المدير عما إذا كان يدخل سيارته ساحة المدرسة نفى، وقال إنه يتوفر على مرآب في مسكنه، كما أنه لم يستعملها خلال الأيام الأخيرة. أما أستاذ الفلسفة فقد قال إنه لا يأتي بالمرة بسيارته إلى الثانوية خشية تعرضها للتخريب من قبل طلبة قد لا تسرهم النقط التي يحصلون عليها. استدعى العميد إلى مكتبه التلميذة عائشة المؤدب صديقة عتيقة. في تلك المقابلة الثانية قالت له إنها قبل أيام لمست بطن صديقتها الراحلة، رأت به انتفاخا. أضافت أنها زعمت أن ذلك بسبب الإمساك. عرض عليها العميد تلك الرسالة التي عثر عليها في صدرية عتيقة وطلب منها إن كان ذلك خطها. ردت بالإيجاب، بل إنها لاحظت أن الورقة مبتورة لأنها مقتطعة من موضوع إنشائي فلسفي ساهم في صياغته مجموعة من التلاميذ بإشراف وتوجيه الأستاذ فاروق المعتوق. قالت إنه جمع الأوراق واحتفظ بها. كان موضوع الدرس هو الانتحار. استدعي أستاذ الفلسفة إلى المفوضية، استقبله العميد وقدم له الشاي. في الحقيقة لم يكن يريد أن يكرم ضيافته، بل كان يسعى إلى الحصول على أثر يمكن من إجراء اختبار جيني. في تلك الأثناء كان رجال مسرح الجريمة قد انتزعوا عجلات سيارة الأستاذ وفحصوها ثم أعادوها كما كانت. نقوشها تتطابق تماما مع نقوش أثر العجلات التي أخذت من ساحة الثانوية. ودع العميد أستاذ الفلسفة. في اليوم التالي توفر دليل آخر على صلة الأستاذ بموت عتيقة. البصمات الجينية للجنين الذي كانت تحمله عتيقة مطابقة بأكثر من 99% للبصمات الجينية لأستاذ الفلسفة. لم يبقى الآن سوى توقيف الرجل وتفتيش الشقة التي يعطي فيها الدروس الإضافية. كان في طريقه إلى الثانوية لما استوقفه المحققون. طلبوا منه أن يرافقهم إلى حيث يعطي الدروس الإضافية. كانت شقة في أحد غرفها فراش كبير. اكتشف الباحثون شعيرات تبين لاحقا أنها لعتيقة، كما اكتشفوا أوراق الإنشاء الفلسفي حول الانتحار. سيق إلى المفوضية. هناك أبلغه العميد الممتاز محمد الراوي بأنه مقبوض عليه من أجل قتله عتيقة بنت إبراهيم السلاوي. واجهه العميد بكل الأدلة والقرائن التي تثبت تورطه، ولم يكن أمامه سوى الاعتراف. ادعى أن البنت تحرشت به لفترات إلى أن تورط معها في علاقة غير شرعية. قال إنه لما علم بحملها خطط للتخلص منها خوفا على سمعة أسرته. كان الإنشاء الفلسفي حول الانتحار وسيلة استدرج بها عتيقة لتكتب بخط يدها ما قد يوهم المحققين بأنها انتحرت. اعترف بأنه ناولها سما عجل بموتها، ثم حملها جثة هامدة إلى الثانوية حيث اكتشفت. أقفل المحضر وأرفق بكل وسائل الإثبات، وأحيل المتهم على النيابة العامة.